يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي أمر يفعله بعض أهل البادية، وهو أن بعض الإبل قد تنفر من ولدها ولا ترضعه، فيمسكون الناقة ويكتمون أنفها وفمها ساعة أو نصف ساعة، ثم بعد ذلك يفكونها فترضع ابنها ولا تنفر منه. السؤال: هل هذا الفعل جائز؟ هذا لا يجوز، هذا تعذيب للحيوان، هذا تعذيب للحيوان، وولدها فيه وسائل غير هذا، غير التعذيب. يمكن يحلبون اللبن ويسقونه لولدها، يسقونه لولدها بواسطة آلة أو شيء يضعونه في فمه، أو هو يشربه، يعودونه عليه ويشربه إذا كان جائعا، يعودونه عليه ويشربه. أما تعذيب الحيوان فلا يجوز.